ما معنى كلمة باي؟ يقصد بكلمة باي بالإنجليزية بي إجراك أو الوداع أو الفراق، تأتي بمعنى مع السلامة، وهي اختصار لكلمة جود باي، ويشار إلى أن هذه الكلمة تستخدم في النطاق الاجتماعي غير الرسمي الذي لا تكلف فيه، سواء عند الحديث مع الأصدقاء أو حين يتحدث شخص بالغ مع طفل صغير، وذلك من باب التودد، كما تعد كلمة باي بمثابة رد فعل عن أمر ما. يذكر أن كلمة باي يعود أصلها إلى عبارة God be with you، الله معك، والتي كانت تستخدم في الصلاة والابتهال، وقد طرأ عدة تغييرات عليها حتى أصبحت الكلمة الأولى good بدلا من God، وذلك لتشابههما في طريقة النطق، ثم أضيفت كلمات أخرى لها لتشكيل تراكيب لغوية ك good day و good bye. يمكن تعريف الكلمات الدخيلة بأنها الكلمات التي دخلت على اللغة العربية من اللغات الأجنبية كما هي في لغتها الأصلية دون تعريبها، وهي ظاهرة متجددة لمواكبتها للمصطلحات الحديثة نتيجة اختلاط العربي بغيرهم لغايات سياسية ودينية وغير ذلك، الأمر الذي أدى إلى دخول الكثير من الكلمات إلى اللغة العربية، وفي الجدول الآتي بعض الكلمات الدخيلة على العربية.